قد ايه واحد صافي جدا، واحد صادق جدا مع نفسه، واحد متصالح جدا مع نفسه ومع الحياه. الله يرحمه، يعني واحد من الناس اللي ممكن يبقى انت في الحياه مش بالضروره على فكره ان انت تتعلم من الناس الاكبر منك، ده مفهوم غلط عند الناس خالص، يعني ممكن تتعلم من الناس اصغر منك كده يعني. فالواحد يعني الله يرحمه مشوار كان صغير معايا، لكن تعلمت منه حاجات كتير جدا، حتى على مستوى الوفاء في يوم الوفاء نفسها درس كبير جدا. لما تروح البلد عندنا بتجيب سيرة محمد، الناس كلها بتتكلم عليه بشكل كبير جدا. لما تروح المقابر عندنا بتلاقي ناس كتير جدا، او كل الناس بتزوره طول الوقت، ما بتلاقيش القبر بتاعه كده من غير يعني من غير حد بيزوره. مركز الشباب اللي احنا كنا بنلعب فيه حاطين له صوره كبيره جدا جدا في جوه المركز الشباب. محمد ساب في كل مكان علامه او كلمه حسنه محمد، وانا اشهد ان هو من الناس اللي هي يعني محمد كان عامل زي الملاك، بقول لحضرتك يعني محمد ما لحقش.